جريتا مع القريدس اليوم طبختنا مع الشيف جاد، وجاد مشغول. صباح النور. شو عم تحضر جاد؟ عم نحضر الجريتا. كيفك اليوم؟ مش الحال، كيفك انت؟ صباح تمام. اليوم مثل ما صح أوكي. مثل ما عم تقولي عندنا الجريتا اليوم، رح نغير شوي فيها، لان الجريتا مفهوم الجريتا يعني بيعملوا المعودين الناس بشاميل مع دجاج او بشاميل مع مشروم وميس. صح. نحن اليوم رح نغير شوي ورح نعملها شورت باستا، قلنا بالعاده نعملها تالياتيل او يعني لونج باستا، رح نعملها شورت. اوكي. انا هون بلشت سلقتها ثلاثة فينا هون، يعني فينا نعمل نوع، فينا نعمل بدنا، يعني انا خلطت هيك بيطلع شكلها احلى. فينا نحط الفضليت كمان اوقات عن جد نسلو، وبضل في عندنا كميات صغيره هيك كلهم سوا فينا نسلقهم و نعمل تشكيلة. كمان هيك انا اخذت يعني ثلاث انواع. شو عندنا بالبيت فينا نعمل؟ فينا نعمل منا كثير، فينا نعمل نوع واحد كمان. كمان هون مسلوقه مع ملح، وهلا حطينا زيت. اوكي. هلا انا سلقتها دغري قبل الهويت لتضل سخنه شوي. اكيد. هلا نحن شو رح نعمل؟ رح نبلش ناخذ الكوسه والجزر والمشروم شامبينيون نفرمه ونفوته على الفرن شوي. رح نرجع نطبخ الابينار نحطه فوقه، رح نرجع نطبخ الكروفات نحطه فوقه، رح نرجع نعمل صوص. في شغل اليوم. مزبوط. رح نرجع نعمل صوص بالتوميتو صوص والكريم والبارميزان. صح. رح نرجع نختم له وجهه بالبروفولوني وبالموتزاريلا. بنقلع شي رفع اليوم. رفع اليوم. فرح بلش ديريك. رح اخذ صينيه، رح نشوي الخضره لانه اذا سلقناها ما رح يطلع لها طعمه، فنحن رح نشويها. حنقص هيك شوي الجزر رفيع. قد وقت بدك تحطهم بالفرن؟ تقريبا 6 7 دقائق، بدنا نتركهم هيك شوية قرشي، ما كثير بدنا نخلطهم. اوكي. بتعرفي شو؟ بنقصهم ديركت صغار تما نرجع بترجع تقصهم بعدين سيبري. هيك مرة واحدة بكونوا سخنين. صح. الجزر بكفي. رح ناخذ كمان كوسة بنفس الطريقة. بتحبي هالأكلات ستافي؟ صح. بتعرفي شو بلاحظ عليكي؟ أكثر شيء بتحبي هالأكلات والأشياء، الرز، النشويات، البرغل، الرز. بتذكري مرة طبخنا برغل مع دبس رمان و... صح. بحب القصص الأوريجينال، يعني ولا مرة أكلي جراتان مع الكروفيت. هاي أول مرة بدي ذوق. وانتبهي منا القصص المهضومة يعني هي وخفيفة ونظيفة. صح، وهي الفكرة الجديدة منا صعبة. هلا بتلاحظي هول مهضومين يبقوا هيك. صح. يعني هي الجديد فيها الفكرة كومبينيشن. ايه انه كومبينيشن مع ريديس جراتان. انا هون رح اخذ كم حبة قصهم بالنص. ايه وكم حبة اتركهم مثل ما هن مثل ما هن مثل هاي. هلا رح نحط نقطة زيت على الكل. ورشة ملح. ايه اعملها معروف. رح ناخذ رشة بهار. ما كترت. ورح ناخذ رشة ملح. بدك تحط ثوم؟ لا. رح نستعملها بطبخ القريديس. اوكي. هيدي صارت. بدنا نحركهم بالملعقة وندخلهم على الفرن. نحن هلا هون الخضرة خلصت. هيك بس لحتى يصيروا كلهم زيت. تقريبا اذا بتلاحظي الكوسه انا تركتها اسمك من الجزر. تتقرش اكثر. مزبوط، لانه نفس الوقت رح نفس الوقت لانه هونيك رفعناه هون. صح. كرمال هيك ليفوتوا الشامبينيون ما كثير قصيتهم ليفوتوا بوقت واحد ويظهروا بوقت واحد. الفرن هون محمينه، اكيد دائما لازم يكون الفرن حامي. وهيدا بدك تقريبا 6 7 والقريديس شو بدك تعمل؟ القريديس هلا رح نطبخه على النار. اوكي. بعد عندنا طبخ القريديس وطبخ الابينار، بس بهالوقت رح قلع الصوص انا تكون جاهزه. عم تصور الطعمات مع ال يعني الطعمات رح تكون يعني سبانخ القريديس القريديس وبازيليك والصوص طماط مع القريديس كثير طيبه. انا هون رح بلش بالكريم، رح اغلي شوي الكريم للصوص ما ترخى. صح. كان بدي احط اول شيء صوص طماط وارجع احط لها الكريم، بدها تطلع شوي رخوه. رح نغلي الكريم، بشد الكريم، نرجع بناخذ صوص طماط هون جاهزه لان اكيد هيدي الكلاسيك اللي بنحطها للبات لكل شيء طبخ. هلا
هلا كل شيء رح نخلصه رح نحطه ديركت فوق البات، يعني الخضره بس تخلص رح نحطها ديركت، رح نطبخ الابينار كمان، اخر شيء بنحط الصوص والجبنه وبندخلها على الفرن. و10 دقائق. مزبوط تقريبا بدها 10 دقائق لانه رح يكون كل شيء فيها مستوي، بس لحتى تنطبخ شوي مع بعضها وتشقر الجبنه. رح ناخذ رشه بارميزان كمان على الصوص. ايه تتعقد شوي. وبتعطيها هيك دسامه. اذا بدنا اياها تكون شوي سميكه، فينا نحط كورن فلاور؟ فينا بس ساعتها بدنا نروح على البشاميل، ساعتها بنعمل بشاميل لان هون الكريم كل ما غلي. هذيك مره كل مره ثلاثه رندا بتعلم قصص لايت عملت جراتا شفتها بروكولي؟ لا بوسا بس بتعرف كيف عملت الصوص بشاميل؟ حطت حليب بلا دسم 0% اوكي وحطت بس كورن فلاور ما أوكي. حطت ابدا طحين او قصص النشا يعني هو اذا بدك بيكون محل الطحين والهيدا لتشدها صح الواحد في طرق كثيره يعني هيك بتكوني عم بتخفف يعني. الزبده من الروسات ما فيها زبده صح. كليا كليا هون لك يعني الكريم زبده ونشا يعني الفرين كمان للجلوتين فري بيمشي الحال عن جد بس هون صرنا كثير رحنا على رندا يعني اكستريم صح لا يعني في طرق اكيد اكيد بس هون دائما بده يكون في بالانس بكل شيء لانه اكيد انا هون لاستفيد من الوقت الصوص مشيت على النار رح نطبخ زيت زيتون الابينار بدنا نعمل ال عندنا بعد الابينار سوتي ونطبخ القرايديس اوكي الخضره تقريبا بدك تقصقصهم من ال رح اخذهم قصهم بس سبيني قصه وحده بالنص هلا بتشوفي قديش رح يصغروا مزبوط رح نشيل شوي بلوع ورح نعمل وبس اوكي هيدي هي كل القصه بس هلا رح نحمل زيت ليش الضلوع خليهم فينا بس هيك بيطلعوا اطرب واهضم هون لكان الكريم غليت بلشت تشد رح نقوي النار رح ناخذ صوص طومات نحط كميه منيحه من الصوص طومات بدها تطلع روزي اذا بدك اكيد بدك تاخذهم كلها هلا نحن رح نعمل صوص ورح نصير نشيل شوي يعني. شوي منها هلا هون بمجرد ما تبلش تغلي رح نخفف لها تغلي شوي على رواق اوكي اذا بتلاحظي انه ضلت قاسيه ما كثير رخيت صح هلا رح تغلي بعد شوي رح تشد اكثر هلا اخر شيء بندق لها ملحه قبل ما نبلش نحطها بلشت يلا سوي رح نعملهم على مرحلتين اوكي هلا ديراك مثل ما قلنا رح نشيلهم بالمي والمي تبعهم على الصينيه رشة ملح الملح بتخلي الميات يظهروا من ال هون لكان البات ردي والسبانخ اذا بتلاحظي هلا ثواني بس نقلبهم فينا نحط ثاني بارت فينا انا رح شيل هون ورح احط ثاني بارت بهالشكل هون بلش تغلي رح نخفف لها يعني انجا بدي دبلهم اصلا مع الصوص بالفرن رح ينطبخوا صح فينا نحطهم مش لا نيين هيك نيين بيطلع شكلهم هلا بتشوفي شكلهم كيف رح يطلع ما فينا نحطهم نو نو نيين لا يعني يا بدنا نسلقهم يا بدنا نعمل الشيء اللي عم نعمله هلا بس افضل دائما اذا بتلاحظي بنبعد شوي عن كل شيء سلق لانه بالسلق دائما الطعمات بتخف بالاكل لانه بتروح الطعمه بالمي بيروح الملح بالمي كمان نقطة زيت الاسبانيت نحن هلا رح نبلش بالشرم
الخضرة يمكن دقيقتين منشيلها. بعرف وقتنا قديش. ولا ما بعرف الطعمة رح تطلع كثير طيبة. بعد قديه عنا وقت شباب؟ بس لنعرف شو عنا بعد. اوكي. كمان قدي نار خلص. بعد بدهم شوي ثواني. يعني اذا بتلاحظي بمجرد ما انقلبت الورقه ما عم نلحن نقلبها دغري. اكزاكتلي. انا هون وزعتهم. اوكي. انا هون رح ابلش بالكريفيت. رح نطبخ كريفيت بيكون الخضره بالفرن كمان خلصت. يلا. والصوص كمان عم تخلص. هيك بنعمل مونتاج اخر الحلقه. تكون الصوص شدت شوي. شو عنا هلا؟ رح ناخذ حص ثوم هيك لننكه شوي. القريديس. القريديس. مثل العاده ما كثير رح نفرم الثوم. تحمل واحد بعد. عم تسمع شو حلوه الموسيقى؟ موسيقى رواق على الاخر اليوم. كول كول زين. وهول الحبقات هيك كمان. شوي على نار بادة بنقلعهم هيك لحتى الثوم شوي يستوي يعطي طعمته. نرجع ديركت بنحط الريت سيت. بدك تخلي الثوم فيهم ولا بدك تشيلهم؟ بدنا يعني انا هون عم بنكي حتى الحبق ما رح يبين بقلبها. هلا رح نفرم فريش اخر شيء على الوجه. ثوم وحبق رح نشيلهم. كيف شد الصوص؟ صح انا خففت لها رح اقرق قوي لها شوي. القريدس هون دائما رح دائما على البرودوي اللي بنحطه. انت جايبهم كبار شوي كبير. فينا نصغر. فينا نصغر وفينا نكون اكبر لانه تيجوا هلا هلا بتشوفي. بس كنت كمان بنطبخ بده يصغر شوي حجمه. بس فينا اكيد فينا نروح على حبه اصغر. بس دائما بنقول على خصوصا الكروفات. بس بدنا نستعمل الكروفات او بدنا نستعمل حيلا شيء برودوي سي فود الاحسن ما ناخذ شيء ونفرمه. يعني دائما اذا عم نحط كروفات خلي اذا بدك اللي عم بياكل يشوف حبه الكروفات كامله. اكيد مش مفرومه. اكيد دائما بنبعد عن هالشيء. يعني الافضل نروح من هالحجم واصغر ما ناخذ حبه كبيره ونقصها. ونقصها لا حرام حبه كبيره. او يعني اذا بدك فينا نعمل شغلتين. فينا نعمل اللي عم نعمله اليوم وبس نعمل سنجل بورشن بالصحن. نكون طابخين حبه قريديس هيك كبيره نحطها على الوجه. اوكي هيدي بتزبط هيك بيكون اذا بدك هي الايدنتيتي تبع الصحن. يعني واحد بس شوف الصحن بيعرف انه بقلبه في قريديس. صح. بدك تحط التوميتوز مع القريديس؟ رح ناخذ هيك كم حبه. اوكي هول كله رح نستعملهم. ايه اكيد شوف الكومبينيشن عن جد مثل ما عم بتقولي. يعني نحن عم نشتغل شوي شوي عم بتبين بين ايدينا طعميت. ثواني ورح نحط القريديس هيك بس لحتى صح بندوره شوي تتلوح مثل ما بقولوا. هون كمان يلا بنحط القريديس وبنشيل الصينيه. يلا دائما بنفلش دغري الكريفات لياخذ حراره من كل المقلايه. صح كما يضلوا فوق بعضهم. هلا ثواني وبنقلبهم. نحن هون كمان صرنا على اخر. انا رح شيل الخضره لانه يعني الخضره كمان خلصت. هلا ديريكت رح نشيلها شوي شوي. كثير حلوه طالعه. هيك الكوسه كيف هو هيك شقر. بهار على قريديس. هلا الخضره الواحد اذا ما بحب جزر ما بحب جزر. اكيد يعني أكيد. مش يعني شيء منزل إذا يعني اذا بدك بالكومبينيشن الاساسي اليوم هو القريديس والسبانخ. لانه يعني الكومبينيشن مع بعضهم كثير طيبه. جزر كوسه مشروم فينا نشيل شيء ونبدله
فينا نحط فلافل مشوية، فينا نحط باذنجان مشوي. يلا البرايدس كمان ثواني بصير عندك بقلب الصينية. أنا عم بوزعهم هيك لكل واحد يطلع له شقف. هون النشم بنستعملها هلا. الصوص هون جاهزيت، أنا رح ذوقها بس كرمال الملح. يمكن تكون اصلا ما بنحط لها كمان كثير لانه في عندنا هلا ثلاث انواع جبنه اكيد وثلاث انواع جبنه اون توب. كيفني معك؟ تمام. جد لك شكلها ريديس هون طلعت حلوه. قرب جو انا الصوص رح اطفي عنها. حلو شكلها. انا هون رح شيل الثوم لانه رح ناخذها هيك ونسقطها ديركت عندك. اوكي يا رح ناخذ الصوص بلوش لوش لوش هون شكلها كثير حلو. يا حسام استنى يا عن جد هيني لحديد هلا ما في شيء صار. هي اذا بدك بدها شوية شغل، بدها تجميع انجريدينتس يعني. صح اذا بتلاحظي كل الحلقة عم نحضر، هلا عم نعمل مونتاج. هلا هيك بنحركها شوي تاخد بعضها الصوص لما تطلع ناشفة كمان. بدك تحط بالقرانة شوي. بالقرانة حلوة القرانة. ايه هاي بالقرانة ها؟ ولا هلا انت بس تصير تحركيهم ببين معك وين بدها بعد. بدها هون هون شوي. اوكي رح اجيب انا الجبنة مبدئيا يمكن خلص صوص. رح اجيب جبنة ناخذ كفوف. أنا مستعمل ستيفاني مثل ما قلنا الموتزاريلا، الموتزاريلا هي بتعطيها اللون أكثر. صح. والبروفولون بيعطيها الطعمة، فيها هالحدية لأنه يعني لأنه مثل الأشقوين شوي. قريبة على الأشقوين فيها هالحموضة، حموضة الجبنة الطيبة. صح. ناخذ أول شيء هيك نكسرهم. هلا بتشوفي اخر شيء ليش عم بعمل هيك؟ ببينه بالطبخ، ما بدي غطيها 100% لانها الصينيه. دكر تتبين الصوص من صح. تحت. هلا فينا نجيبهم مبروشين كمان. كمان فينا نفرمهم على ايدنا. صح. نجيبها شقفه كبيره نفرمها. اوكي كل شيء مطبوخ بدها 10 دقائق فرن تاخد على بعضها بس 10 دقائق هيك لتستوي مع بعضها. انا هون رح احط لها رشه بارميزان أو الجا، رح أحط لها بعد الموتزاريلا. نحن رح ناخذ كم شقفة موتزاريلا كمان نفس طريقة البروفولون. البروفولون ما بدنا نسكرها. صح. لكن نحن بنرجع بنشوفكم بتيستينج مشاهدينا، وقفة وبتكونوا مع واتسون ام تي في. سهلة بكاتيا، ريحة الحبق واصلة ل تاني طابق لعند الجيران. أنا شفته عم يقص الحبق هيك كبار ويحطهم كلهم سوا. إيش شغلة. خلصنا طيبة. بدي أبعت تحية لبول اللي عم يحضرنا هلا، بلش يبعث لي يمي يميزو. قال لي هيئتك كثير طيبة بس شوي هيفي
قلت له هلا بقول لك بعد التيستينج. لا هافي اذا بكتر الجبنه والا في شيء ثاني بعدين. هافي اذا اكلتي نص الصينيه. بس اذا الواحد اكل لقمه ما بتكون كثير بورسيون. ما هي فيك ما تكتر الجبنه يعني. صح. مشكله. انت ضعيف جد ما فرقنا معك. وانت شو بتشكي؟ لا انا ما عم عم بقصهم شوي كبار تيطلع لنا من كل شيء بالصينيه. ما هيك بعدين بتفرد كثير اذا بنصغرها ما بتقعد. صح. هلا هي لازم ترتاح شوي قبل ما نسكبها. نحن هلا بعدنا شايلينها بس انه هي تنقطت قدم سخنه. ايه اكيد قدم سخنه لانه هلا يعني ما لها نص دقيقه ظاهره كرمال هيك رح تكون شوي. بس رح بعدين بنسامحك اذا فرطت الدون. بدك مساعده؟ لا بنساعدك بس بدوي. اذا بدوي اهين شيء. ايه ما في يعني ما بدنا واسطه ما بدنا شيء يعني. ما بدك ترجينا يعني ابدا. وفي بارميزان هون اذا على بالك تزيدي. ثانك يو. فيها بني انا ما لا ما فيها ثلاث انواع. اوكي فيك تعمليها مع فضيت عندك اياهم بالبيت. يمكن ما طلع لك كرفات. ما بتعمليها بالكامل اذا عندك علبتين نص نص فيك تشكلي يعني بيطلعوا كمان مهضومين كديكور. شامبينيون شامبينيون ميرسي. وهون ستيفاني كيف الطعمه؟ رائع فعلا انه الحبق يعني على كل لقمه الهيئه في حبق. بارميزان على جنب اذا على بالك. و اون بلوس فيها سبانخ. هي الشغل فيها كنا عم نقول هي بالتحضير غرادة. طعمة رائعة كثير طيبة عن جد. كثير حبيت صوص التومات كمان معه مش بس بشاميل يعني. صوص او صوص بلانش. صح مش جراتان عادية. صح سلم دياتك. صحتين. انا رح زيد شوية. واو هيدي كريفتيه فعلا كثير طيبه. طلع لك ابينار كثير طيبه. ابينار رائع كثير طيب بقلبها. ثانك يو فيري ماتش جاد. نحن بنرجع بنشوفك بكره مع اكله جديده ورسات مهضومه. انا برجع بشوفكم مشاهدينا نهار الجمعه. ما تنسوا البسمه على وجهكم. باي باي تريبون.